هم قالوهولي لانه يوسف وباسم وبطرس احنا يعني اتاخرنا في عرض الحاله بتاعتهم وانا اعتذرت لهم عن ده. فخليني بس اقول انه كلمنا ست اللواء طارق نصير حزب حماه الوطن وهو استجاب للحاله دي في انه على الفور هيتم التعامل وهيبقى في رجاله على طول من حزب حماه الوطن موجودين في سوهاج، مش كده برضو؟ هم من سوهاج هيبقوا موجودين في سوهاج علشان فكرة العلاج والعلاج الطبيعي ليوسف وباسم وبطرس اللي والدهم مزارع بسيط ومامتهم مش قادرة خالص، ربنا يديها الصحة يا رب، على خدمته. فده خبر جميل قوي، لازم أقوله ولازم أشكره، لأنه الحقيقة كل التحية والاحترام والتقدير، ونفسي بقية الأحزاب تتعدي من حزب حماة الوطن. يعني شوفوا قلدوهم يا جماعة، عندكم كتالوج بيوصل للناس بشكل مباشر وبشكل سريع. حزب حماة وطن في مدة قليلة بقى موجود على الأرض والناس بقت عارفاه وعارفة إزاي هو بيقدم إيه. أنا شخصيا على طول بقول ده، لأنه الحقيقة أنا لمسة ده من خلال التعامل مع الحالات اللي بيدعموها بيتولى فعليا على الأرض. المفروض أنا نفسي كله يغير بقى. صحيح. فين يعني عايزين حد يقول ما كفاية يا جماعة حزب حماة الوطن وعايزين احنا كمان نشيل شوية. لكن يعني أنا متشرفة بحزب حماة الوطن إنه هو الحقيقة بيشيل الحالات دي. بشكره، شكرا جزيلا.